حجي للشرح أسئلة كثير منكم سألني عنها. هي القطعة اللي راح لها passage 2، وعندنا هذا النوع من الأسئلة اللي كثير منكم سألني، هو اللي هي اختار هذه المعلومة موجودة في أي فقرة، هل هي فقرة A ولا فقرة B ولا فقرة C، تمام؟ فهذا السؤال راح نحله. تكنيك اتحاد تكلمت عليها وفصلتها وعطيتكم مثال على أسئلة صح وخطأ، فما راح أعيدها، راح أطبقها دحين. اللي منكم ما عنده فكرة إيش اللي قاعد يصير، روح على أو اسحب الشاشة دحين فوق، حربط لكم الفيديو. نشوف إنه القطعة عبارة عن stealth forces in weight loss. weight loss اللي هي خسارة الوزن، تمام، انزال وزن. فورشز معنى طاقات، ستيلث ماني متأكد، احتمال كبير معناها خفية، قوات خفية في انقاص الوزن، تمام، حلو. فهذه عبارة عن زي the field of weight، هذه لازم نقراها، تمام، لأنها ما هي فقرة، هذه عبارة عن أشياء كذا قبل القطعة نفسها. the field of weight loss is like an ancient fable about blind، ما أعرف إيش هذه معناها، blind man and the elephant. each man investigates a different part of the animal and reports back only to discover their findings are incompatible. يقول انه الموضوع ترى مره يعني خفي، ما حد يعرف ايش هو السبب الاساسي، الطاقه الاساسيه لانقاص الوزن. فيقول لك ان هي زي حاجه ما ادري ايش، ما فهمت ايش قصده بالضبط. يقول انه زي القصه القديمه الزمان، انه الرجال اللي كانوا اعمى، وال قلت لكم كلام كثير غير مفهوم، لكن فهمت فكرة واحدة، انه قصده في هذه الفقرة انه الموضوع صعب، الناس ما هم عارفين ايش هي القوة الاساسية لانقاص الوزن. اول جملة ونحدد لي عنوان، هذه اول خطوة في تكنيك الحاد، صح ولا لا؟ The different discoveries by general well-being specialists, doctors, analysts, genetic الى اخره بلا 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 are about comparative as an elephant's trunk to its tail. ما أعرف إيش قصده بيه، يعني يقول إنه كل ناس كل واحد بيتكلم بطريقة مختلفة، فنقدر نقول عليها different opinions، كل واحد بيقول حاجة، تمام. هذه المقدمة، يقول إنه ترى الموضوع مرة صعب، تمام، حلو. نيجي اللي بعده، science may at present be years from giving us a miracle formula for fat misfortune. فيقول لسه حاليا العلوم دحين لسه بقي لها سنوات عشان تعطينا كذا حاجة كذا واضحة. فستيل تمام، بيتكلم عن الساينس. The government has، طبعا هذا خلاص خلص العنوان. The government has long espoused، مدري ايش معناها، moderate daily exercise. هذا معناه انه تركيزه على الاكسرسايز هنا، تمام، حط عليها دائرة وحط عليها سهم، خلاص اقدر اعرف هذا، ما يحتاج كمان اكتبها هنا، تمام، لانه خلاص اذا عرفت الكلمة خلاص ما يحتاج انه اكتبها في الهامش. حلو، خلينا نقول خلاص نوقف دحين، ما نبي نكمل، ما بعقدكم على الموضوع، لكن خليني اجي للسؤال هذا، تمام. زي ما قلنا الاسئله هنا، الاسئله ما راح تكون مترتبه، قلت لكم الاسئله مترتبه في الصح وخطا وفي الاختيارات وفي الفراغات. هذه عباره عن انك تختار هذه المعلومه موجوده في اي فقره. خلينا نكمل، لانه اصلا هذه الاسئله الفقرات ما هي مرتبه فيها، فلازم نعرف كل الفقرات قبل ما نيجي ونحل، تمام. فنيجي اللي بعدها، دي the negotiation between your genes and the environment begins on day 1. فيقول بين الجينز and the environment، تركيزه على هذا الشيء، تمام، هذا العنوان. حلو، نجي اللي بعده، it's the $64,000 question، which diet works. فهذا بيجي عن الدايت، بيتكلم عن الدايت. حلو، what if your fat is caused by not by diet or genes but by germs. بيتكلم عن الجيرمز، يقول طب ايش لو هذا الدهون ما هي بسبب الدايت وبسبب اكلك وبسبب الجينز او جيناتك، هي بسبب بعض الجراثيم. فيتكلم عن الجراثيم احتمال كبير. he later moved to US and onto a bona fide human، مدري ايش، عباره عن شخص او شيء، مدري، اعتقد فيروس، شكلها قاعد تتكلم احد الفيروسات، وايوه شكله زي فيروس، تمام. فحلو كذا نكون خلصنا تحديد كل العناوين، والموضوع ما اخذ منا غير يعني دقيقتين اذا انت تدربت. ولاحظ انا دحين بحدد العناوين بسرعه لاني تعودت عليها، لاني اخذت اختبارات تجريبيه اولريدي. اول مره حتحس الموضوع معقد، فعشان كذا لازم تاخذ 3-4 على لك الخمسه اختبارات تجريبيه قبل ما تروح لاختبارك، وقتها خلاص التكنيك حتكون ماشي معاك مره تمام. الكلام هذا اللي قلت لكم هو قبل شويه مره مهم. بعض الناس يقول عبد الرحمن طبقت تكنيك اتحاد وصراحه درجتي نزلت بدل ما ترتفع، اساله كم اختبرت، كم مره تدربت قبل ما تروح الاختبار، يقول شفت سناباتك واضحه ودخلت الاختبار. ما حتنفع اذا مثلا قلت لك ووريت لك انه الدراجه
ابطا من السياره، السياره راح تكون سريعه، السياره راح توصل لك لبيتك بوقت اسرع. تمام، الموضوع منطقي، هتشوف تقول لي يا عبد الرحمن صح، لكن تخيل اذا انت قاعد تسوق دراجة من 10 سنوات واليوم اعطيك سياره اقول لك يلا دحين سوق، يلا دحين شوف كذا بتسوقها ويلا امشي، هل حد ايش حيصير؟ ما حتعرف تسوقها، حتتلخبط، حتكسر ومدري ايش، صح ولا لا؟ فلازم تتدرب، لازم تاخذ كم فتره عشان تتدرب. نفس الشيء للتكنيكات، التكنيكات طرق مختلفه، طرق جديده للحل، ما انا ما كنت اعرفها. تمام، فنتعود عليها. لازم اختبار، على الاقل انصح بخمس اختبارات تجريبيه قبل ما تخش اختبار. نيجي لموضوع الاسئله نحلها. حلو، ابغاكم تركزوا اول ما يعني الخطوه الثانيه تحلل السؤال قبل ما اصلا تيجي تحله. تمام، فالجادجمنت on the effects، انه احنا كيف نقول عليها، نقول انه the effects of weight loss on different kinds of diets، نقول انه الدايتس هي اللي بتتحكم على الوزن. هذه فين موجوده؟ اكيد انها موجوده في اسئله الدايت، صح ولا لا؟ اكيد الاجابه في اي، وانا ما قريت لسه ولا دورت، واعتقد ان شاء الله الاجابه صح ان شاء الله. تمام، خلينا نشوف سؤال 14 اي، الحمد لله تمام، وما ان شاء الله ما غشيت ترى لسه الباقيه. لاحظوا ترى الموضوع سهل اذا انت حددت العناوين. شوف هذا السؤال ما اخذ مني غير 10 ثواني. تمام، نيجي السؤال بعد ان شاء الله يكون كويس. An example of research which includes the relatives of the participants. يقول لك مثال على البحث. من هذه معلومه عميقه، هذه معلومه لازم تفكر انها. طب حللنا السؤال. حلو، example research يعني مثال على البحث اللي يضم ال relatives. تمام، فايش هو؟ حتى هذه ما هي كلمه مهمه، هذه الكلمه الثلاثه كلمات مهمه. فين ممكن يقول عن بحث اضافوا فيه الاقارب؟ فين اي فقره؟ فهذه نيجي للخطوه الثالثه اللي تدور في المكان الصح. اول حاجه خلينا قبل ما اصلا نقرا نفكر، هل هي هنا؟ لا ما اتوقع هنا، هنا ما اتوقع، اتوقع هي في موضوع الجينز، صح ولا لا؟ فين الجينز؟ اي جينز، لان جينات هي عن الاقارب، صح ولا لا؟ احتمال كبير انها موجوده. خلينا نتاكد من اجابتنا ونتاكد ان كل المعلومات موجوده ولا لا. تمام، فخليني ندور، ما راح نقرا في هذه الفقره، راح ندور في هذه الفقره، ركزوا معي، حندور وما حنقرا، حندور على ايش؟ حندور على هذه الكلمات ريسيرش ريليتيفز، ريسيرش ريليتيفز، اقارب، عم ومدري ايش، اخته اخوه مدري إيه. اي حاجه تدل على انه في اقارب. تمام، في ذكر عن الـ عن الـ الـ الام وابنها، هل في حاجة كمان غير كذا؟ لقيت إنه في ذكر عن الأم، لكن ما في مثلا ما في عمه وقاربه حسب الشيء اللي كنت متوقعه، لكن في لا لاحظ الأم، هل هي قريبة من الابن؟ أكيد، صح ولا لا؟ فإذا هذه المعلومة موجودة، هذه المعلومة موجودة، فإذا الفقرة دي هي الإجابة صح. خليني أتأكد مرة ثانية. الفقرة دي هي صح، ممتاز. مثال ثالث ونوقف بعده. An example of a group of people who did not regain weight immediately after weight loss. تمام؟ مثال على مجموعة من الناس اللي ما زاد وزنهم. تمام؟ ما زاد وزنهم بعد ما وزنهم نزل. صراحة أحس السؤال صعب، صح ولا لا؟ وحطينا كلمات إنه ما زداد وزنهم بعد ما نزل وزنهم. حلو. طيب فين اعرف فين الاجابه موجوده؟ ما حقرا شيء، انا اول حاجه حفكر بناء على هذه العناوين، هي اكيد ما هي موجوده لا في الفيروسات ولا في الجيرمز ولا في الدايت ولا في هنا، فنرجع لقبلها. تمام؟ هي ممكن تكون اكسرسايز، ممكن او ممكن تكون هنا. تمام؟ خلينا نبدا ندور هنا. اللي راح نسويه راح نبحث مره ثانيه، في فرق بين قراءه، في فرق بين بحث، بحث بشكل مره سريع، بس ركز على الكلمات. تمام، وحاجه مهمه، بعض كل ما انا من الناس اللي لما بديت كنت اخاف ان تفوتني الكلمه، فهذا شيء غلط. اذا انت محدد السؤال صح ومحلل وحطيت كم كلمه، احتمال كبير ما حيفوتك السؤال، انه الناس اللي ما وزنهم يعني ارتفع بعد ما نزل، يعني ثبت وزنهم واستفادوا من الدايت او استفادوا من نقصان وزنهم. خلينا نشوف هل في شيء موجود عن مجموعة من الناس. حتى دحين كله قاعد يتكلم عن الرياضة، من الرياضة people. تمام، ممكن لا ما له علاقة هنا، ما في حاجة يتكلم عن ناس مجموعة من واو. هنا في group of more than five people. تمام، نزل وزنهم، حلو، kept it off. تمام حلو، يعني وزنهم بقي زي ما هو وهو نازل،
جميل، هذه الإجابة. فقرة سي هي الإجابة. فلاحظوا ترى الموضوع مرة بسيط إذا إحنا ركزنا على هذه النقاط كويس. تكنيك اتحاد، تكنيك اتحاد، تكنيك اتحاد، حلت كل الأزمة. تخيلوا في دقيقتين حددت العناوين وفي كل 10 ثواني يكون حلت السؤال. تخيلوا السؤال قد إيش صار سهل. فخلينا نركز على هذه النقطة، تدرب على تكنيك اتحاد. هذا مثال سريع إن شاء الله. اليوم المساء راح أحل نوع كمان ثاني وأعوضكم على الأيام الجاية في قسم القراءة إن شاء الله. تكنيك اتحاد حوريكم إنها تنفع لكل نوع الأسئلة وكيف تقدر تطبقها. أشوفكم على خير جايز، وأي أسئلة عن قسم القراءة جربوا دحين، أبغاكم دحين تجربوا، مو بس شوفوا السنابات، جربوا، خذ اختبار تجريبي، اطبعوا من الموقع، جربوا، إذا عندك مشاكل كلمني على الخاص.